هنعمل النهاردة تونر للشعر من أروع الوصفات اللي تقدروا تستخدموها لشعركم. وصفة بجد هتفيدك لو عندك تساقط، لو عندك قشرة، لو عندك فراغات، لو عاوزة شعرك يبقى كثيف، لو شعرك ما بيطولش. الوصفة النهاردة ممتازة جدا، مكونات سهلة جدا جدا، وصفة مش تاخد منك 3 دقايق، يعني تعمليها في ثانية إلا ثانية. هنعمل النهاردة وصفة ممتازة، مكونات 4 مكونات بس، سهلين جدا وممكن تلاقيهم عندك في مطبخك. وصفة تونر للشعر هترشيه على شعرك من اسهل ما يكون. ناس كتير بتفضل وصفات التونر او الوصفات بتاعت اسبري الشعر اكتر كتير من وصفات الزيتية واكتر كمان من الماسكات. علشان كده واحنا في الصيف بقى، فانا قررت ان انا اعمل لكم اكتر من وصفة تونر للشعر هتفيدكم جدا جدا، وبجد سهلة الامتصاص جدا من البصيلات، ووصفات ممتازة. وصفة النهاردة المكونات بتاعتها هي القرفة الخشب. القرفة زي ما انتوا عارفين هتنشط الدورة الدموية الواصلة للبصيلات، هتوصل الاكسجين والدم للبصيلة، وبالتالي شعرك هيطول اكتر، لان القرفة ممتازة جدا جدا للشعر. تاني مكون معايا هو الشيح بابونج. قلت لكم ان في فرق بين الشيح بابونج والشيح البلدي اللي بنستخدمه علشان الطفيليات اللي في الجسم، لكن الشيح بابونج ممتاز جدا للشعر، ممتاز كمان للبشره، بس في وصفات تانيه هبقول لكم عليه. الشيح بابونج العادي، الشيح بابونج غير الشيح البلدي. تالت مكون معايا هو عشب الديل الحصان. وعشب الديل الحصان ممتازه جدا جدا في التطويل والتكثيف وايقاف التساقط. يا ريت تسالوا عليها، يا ريت تدخلوها كتير قوي في الوصفات الخاصه بالشعر. زيت عشب الديل الحصان او مثلا شامبو ديل الحصان، برضو عملته لكم على القناة. والنهاردة هنعمل تونر ديل الحصان، داخل في مكوناته عشبة ديل الحصان. هنحتاج معانا كمان 5 ورقات من ورق الغار او ورق اللورة، ممتاز جدا 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 لتطويل الشعر وايقاف التساقط. تعالوا نشوف تاني المكونات اقولها لكم مرة تانية. هنحتاج عود 1 بس من عيدان القرفة بالشكل ده، هنحتاج معلقة كبيرة من الشيح بابونج، هنحتاج معلقة كبيرة من عشب الديل الحصان، هنحتاج 4 أو 5 ورقات من ورق الغار أو ورق اللورة. هنجيب كسرول زي ديت كده، كسرول بالشكل ده، وهنضيف عليه كوباية مية كبيرة حوالي 200 مللي بالشكل ده، وهضيف عليه المكونات كلها. هحط كل المكونات مع بعض في المية زي ما انتوا شايفين كده، وهرفعهم على النار يغلوا لمدة 15 دقيقة، وطبعا بكون مغطية المكونات. بصوا ده بيكون شكل الوصفة بعد ما غليت على النار لمدة ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي انا هصفيها واحطها في ازازة سبراي، اي ازازة سبراي عندكم تقدروا تستخدموها عشان بس تسهل عليكم ان انتوا ترشوها على شعركم من الجذور للاطراف. فانا هستخدم اي ازازة سبراي موجودة عندي، سهل على نفسي وصفت الوصفة وادخلها في نفس الوقت جوه الازازة. بعمل بالشكل ده، احط المصفى جوه القمع زي ما انتوا شايفين. تعالى اقول لكم بقى الوصفة دي هتعمل ايه بشعركم. الوصفة دي هتكثف شعركم وتطوله باذن الله، النتيجه هتبان من الشهر الاول. طبعا اي وصفه، انا بقول لكم اي وصفه للشعر ضروري تستخدموها من شهر ل3 شهور، علشان دوره حياه البصيله بتكون 3 شهور. النهارده الوصفه دي هتطول الشعر، هتكثفه، هتقضي على القشره، هتنبت الفراغات. الوصفه دي ممتازه جدا 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 لعلاج تساقط الشعر. الوصفه دي كمان احلى حاجه فيها، زي ما انا بحب الوصفات اللي من النوع ده، انها تقدروا تسيبوها في شعركم بدون غسيل. يعني القرفه، بصوا القرفة الممتازة، ريحة القرفة طالعة دلوقتي روعة يا بنات، روعة. تقدروا تسيبوها، لأن القرفة مديها ريحة روعة جدا جدا للوصفة. القرفة مخلية الوصفة ريحتها ممتازة، ريحة عطرية كده روعة جدا. تقدروا تسيبوها في شعركم، مفيهاش أي روايح مزعجة، تقدروا تسيبوها بدون غسيل وتقدروا تغسلوها. الوصفة دي هترشوها على شعركم من الجذور لحد الأطراف وتستخدموها بدون غسل، تقدروا تستخدموها يوميا. لو عاوزين تغسلوها هترشوها على شعركم 3 مرات في الأسبوع، وبعد كده تلفوا شعركم بالبلاستيك ستريتش وتسيبوها على شعركم ساعتين، مش اقل من ساعتين، وبعد كده تقدروا تغسلوها عادي جدا. بتمنى كلكم تجربوها، لانها وصفه ممتازه جدا جدا في التطويل والتكثيف وايقاف التساقط وملء الفراغات. هتحفز الشعر انه يطول، وهتحفز البصيلات على النمو. وصفه روعه، هتوقف التساقط وهتقضي تماما على كل مشكلات شعرك. شعرك هيتحول 180 درجه من شعر ضعيف متساقط وتالف لشعر طويل وكثيف وصحي. بتمنى كلكم تجربوا وصفه النهارده، لانكم بجد هتدعوا لي. جربوها واستخدموها من شهر ل3 شهور، مش اقل من كده، وباذن الله تشوفوا نتيجه كويسه. استودعكم الله.